معاكم. المفاجأة بقى اللي جات لي ان انا ما روحتش لعبت البطولة في اليابان عشان الاتحاد ما بعتليش حتى جواب ان انا اخد التأشيرة واسافر اليابان. اللي انا كسبته هنا في يامبيا راح جاب ميدالية فضة. تمام. يعني انا كنت ممكن اجيبها ضيع ما مننا ميدالية. الحمد لله. تمام. بس اللي انا برضو هقدر اقوله وهفضل اقوله الاتحاد زعل ان انا طلعت قلت في التلفزيون ان انا طالع على نفقتي الشخصية. انا مش هكذب، انا بقول اللي حصل. تمام يا رامي. هقولها تاني يا جماعة، لو اخر جنيه او اخر قرش معايا العب باسم مصر مش باسم الاتحاد، انا بلعب باسم مصر. ربنا يوفقك دايما يا رامي يا رب. أكتوبر. تمام. العب بطوله بشهر اكتوبر هنا اسمها كل النجوم اول ستار، هتلعب في لاس فيجاس باسم الله، برضه هلعب باسم مصر. ما انا مش هتجنس لدوله ثانيه ومش هلعب لدوله ثانيه. جالي عروض جالي عروض بس انا مصري واهلي موجودين في مصر. وراجع تاني مصر يا رامي مش كده؟ نعم. هترجع تاني مصر ان شاء الله؟ هرجع بس انا ما ينفعش ارجع دلوقتي عشان تكلفه السفر والرجوع تاني في شهر 10 مكلفه جدا. نيجي احنا نرجعك يا رامي ولا يهمك. انا نرجعك بزفه. سكيورتي في نايت كلاب عشان اجيب مصاريف اشتراك. معلش. مصاريف سفري لاس فيجاس من نيوجيرسي لاس فيجاس. وبتشرف بكده ان انا شغال كده علشان في الاخر لما ارجع بلد ان شاء الله انا عارف ان هبقى عامل ازاي في بلدي. طب انا عملت حاجه لبلدي، ما اناش نايم في بيتنا وقاعد وبقول نفس البلد ربنا يصلح حالها ونفسي اعمل البلد، لا انا سافرت واتغربت وسبت مراتي وابني وابويا وامي علشان اعمل حاجه ابني يفتخر بيا. طيب. اما يكبر كده يقول اه ربنا يا رب يبارك لك فيه يا رب. خليك معايا.